مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. أخبار أكيد متعددة ومتنوعة النهاردة، بالتحديد فيما يتعلق بالجانب المحلي والجانب العالمي، وكمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. ده في حلقة اليوم الأستاذ طارق عوض الناقد الرياضي بالجمهورية، وده في الجزء الثاني من الحلقة، وهنتكلم في العديد من الأمور ولملفات على الساحة الرياضية المصرية بالتحديد. قبل ما نستفيض في الحديث كالعادة نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي في التصنيف الأول قبل قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا. رينيه فايلر هدف تحقيق الفوز في كل المباريات. أليو ديانج سعيد بهدفي الأول مع الأهلي وأتمنى حصد كل البطولات. عبد الحفيظ أغلقنا ملف إفريقيا وتركيزنا الآن على الدوري. الفريق يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي. سعد سمير يقترب من العودة والمشاركة في المباريات بعد شفائه. وحسام البدري يفتح الباب أمام المحليين والشباب للانضمام للمنتخب. طيب أخبار كتيرة معانا النهاردة، أهمها طبعا كل ما يخص فريقنا الكبير، فريق النادي الأهلي، الفريق الأول لكرة القدم بالتحديد، وفوز الأمس فوز غاية في الأهمية لعدة أسباب. طبعا أن أنت كنت بتجرب عدد من اللاعبين بتقف على مستوياتهم من قبل مستر رينيه فايلر. الفريق طبعا زي ما حضراتكم عارفين امبارح كسب 4-0 بعد مباراة الذهاب اللي فاز بيها 2-0، فبالتالي مجموع اللقاءين 6-0 للنادي الأهلي. فوز زي ما قلت لحضراتكم كان مهم، ومكاسب عديدة وإيجابيات من هذه المباراة. أبرز هذه الإيجابيات وإحنا بنتكلم مع حضراتكم، أكيد حضراتكم متابعين ومدركين جدا هذه الإيجابيات، بالتحديد فيما يتعلق ببعض اللاعبين زي أليو ديانج. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي دي لقطات من مباراة الأمس وفوز النادي الأهلي 4-0. أليو ديانج في الحقيقة من ضمن اللاعبين اللي قدوا مباراة غاية في الروعة بعد أول مشاركة رسمية كأساسي للنادي الأهلي، خد بعض الدقائق في مباراة اطلع بره لو تفتكروا، وشارك امبارح أساسيا، لكن بصراحة مشاركته كانت إيجابية جدا، بتدل على أمور عديدة، أبرزها أنه هو لاعب بدنيا طبعا ما شاء الله عليه قوي جدا، الباص بتاعه سليم بشكل كبير، كمان بيستخلص الكرات من المنافس بشكل أكثر من رائع، وبالتالي هو حصد نصر المباراة ونجم المباراة بالأمس. ده من ضمن المكاسب. طبعا من ضمن المكاسب الأخرى اللي شايفين الكرة معاه دلوقتي محمود وحيد، مطمنين على المكان ده بشكل كبير جدا. عندنا علي معلول أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، مش في مصر بس ولا في تونس بس، لكن في المقابل لا قدر الله لو في إيقاف مثلا لعلي معلول أو في أي أمور أخرى، لا قدر الله إصابة ولا بتاع، احنا مطمنين إن احنا عندنا محمود وحيد بعد الأداء المميز، وحاجة تحسب له في الحقيقة. هو لاعب عارف إن العنصر الأساسي في المركز ده في ظل تألقه الكبير هو علي معلول، لكن مع ذلك امبارح أدى مباراة كبيرة جدا دفاعيا وهجوميا وعمل شغل كبير قوي في الحقيقة، فمن ضمن المكاسب طبعا محمود وحيد، بالإضافة طبعا لاستمرار أحمد فتحي في التألق. أحمد فتحي عمل مباراة كبيرة جدا امبارح. أبرز مكاسب الأمس بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لمستر رينيه فايلر بتتمثل في إيه كمان؟ بتتمثل في أن النادي الأهلي وصل للانتصار الرابع على التوالي تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب السويسري. ده معناه إيه؟ معناه أن خلال الأربع مباريات اللي فاتوا النادي الأهلي لعب بتشكيلات مختلفة ومع ذلك بتقدر تفوز. ده بيدل على إيه؟ بيدل على أن مستر رينيه فايلر قدر أن هو يعمل معادلة غاية في الصعوبة، ان هو يكسب وفي نفس الوقت بيقف على مستويات بعض اللاعبين في اربع مباريات مختلفة في بطولات كمان مختلفة. عندك بطولة دوري ابطال افريقيا وكمان السوبر، كسبت نادي الزمالك مباراة رائعة، وكمان الدوري اول مباراة في بطولة الدوري. فالجميل في القصة كلها يعني ان مستر رينيه فايلر في الاربع ماتشات دول شاف عدد كبير جدا من اللاعبين، تقريبا كل اللاعبين شاركوا فيما عدا صالح جمعة وفيما عدا حسين السيد،
بخلاف طبعا المصابين اللي هم على وشك طبعا العوده ان شاء الله والمشاركه خلال الفتره المقبله. اذا بنسبه كبيره تتخطى ال 60% مستر رينيه فايلر قدر ان هو يعرف قدرات اللعيبه في النادي الاهلي ايه، وده علشان المرحله اللي جايه هيستخدمهم ازاي، مين اللي هيكون العنصر رقم واحد بالنسبه له في كل مركز، هيلعب الشكل التكتيكي بتاعه بأنهي شكل يكون مناسب للنادي الأهلي. فكل دي أمور وإجابات عديدة في الحقيقة من مباراة الأمس. عايز أقف شوية عند تصريحات مستر رينيه فايلر بعد المباراة، وتطرق في الحقيقة للعديد من الأمور، وقال إن من أهم الأشياء بعد فوز امبارح إن الفريق خرج أو صعد من خلال دور الـ 32 بدون أن تهتز شباكه، كانت شباك نظيفة، وده اللي حصل فعلا في مباراة الذهاب والإياب، وده أكيد شيء مميز جدا. بالمناسبة في الأربع ماتشات اللي مستر رينيه فايلر قدر إن هو يحرز 10 أهداف ويستقبل هدفين بس كانوا من ضربات جزاء لنادي الزمالك في مباراة السوبر، فده مؤشر مميز جدا في الحقيقة. كمان من ضمن تصريحات مستر فايلر انه سعيد بتطور مستوى اللاعبين داخل الفريق سواء دفاعيا او هجوميا، واضح ان الراجل عنده استراتيجيه معينه عايز يلعب بيها دايما مع النادي الاهلي سواء في الشق الهجومي او في الشق الدفاعي. وكمان تطرق قال انه رغم الفوز احنا عندنا بعض السلبيات وحنتعامل على كيفيه تفادي تكرار هذه السلبيات خلال الفتره المقبله. كمان البعض كان سأله في المؤتمر الصحفي على بعض اللاعبين وكل هذه الأمور، وإحنا متعودين دايما هنا في مصر، وبالمناسبة كل مباراة بيلعبها النادي الأهلي، والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، يقول لك إيه في لاعبين مستبعدين، ده طبيعي، النادي الأهلي بيلعب ب 11 لعيب وبيبقى قائمة 18 بتاعت كل مباراة، فطبيعي إن في بعض العناصر تستبعد. المشكلة إن الواحد بيلاحظ عند بعض الجماهير على السوشيال ميديا إن هما بيتكلموا يقول لك فلان الفلاني استبعد ليه؟ طب هيلعب امتى؟ طب اصل فلان الفلاني التاني ده برضه مستبعد هيلعب يعني. يا جماعه ما هو ده طبيعي، ده منطقي. احنا في الاخر بنشجع كيان النادي الاهلي مش بنشجع لعيب بعينه. فاحنا كلنا في ظهر اختيارات مستر فايلر، المهم بالنسبه لنا ايه؟ ان هو يكسب. فالملاحظه دي بقت بتتكرر كتير في الحقيقه ان الكل يقعد يعلق. ايا كان مين اللي خرج من القايمه هنعلق، تلاقي الناس بتعلق عليه، تقول لك ليه ده استبعد؟ ده مش موجود ليه؟ طب ليه ما جربتش ده؟ طب خلاص الراجل هو المدير الفني، الراجل هو اللي بيشوف اموره ازاي وبيقيم لعبته خلال التدريبات، فالمفروض ان احنا نسيب له فرصه بشكل كامل علشان يقدر يشتغل بالشكل الانسب يعني طبقا لرؤيته. فهو الراجل كمان تطرق امبارح قال لك ان احنا مش هنعتمد بس على 13 14 لعيب في ضوء المباريات المتعدده والبطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، واعتقد التصريح ده يعني بشانه بيدي فرصه لعدد كبير جدا من اللاعبين ان هم يبذلوا اقصى ما لديهم في التدريبات علشان يقدروا ان هم يشاركوا في المباريات طالما الفرصه متاحه للجميع. وكنا اتكلمنا مع حضرتكم قبل كده وقلنا ان مستر فايلر هيقيم اللاعبين من خلال التدريبات بخلاف اي انطباعات اخرى سواء عند الاعلام او عند المدربين السابقين للفريق الاول. هو الراجل حابب جدا ان هو يشوف ويقيم، وده اللي حصل سواء من خلال التدريبات او من خلال الاربع مباريات اللي فاتوا حتى الان. كمان مستر فايلر البعض ساله امبارح في المؤتمر الصحفي مين اللعيبه اللي دخلت قلبك او اللعيبه اللي اقنعتك بشكل كبير لحد دلوقتي، قال مفيش لاعبين مفضلين ليا، الفريق كله فريق كامل واحنا بنشتغل مع جميع اللاعبين. برضو قالوا له ديانج رايك في ايه؟ قال لهم ديانج لاعب مميز شانه شان جميع اللاعبين بالفريق، فالكل بيبذل مجهودا كبيرا من اجل المشاركه بشكل اكيد اساسي، وده الهدف اللي بيسعى ليه مستر فايلر من خلال خلق العديد والعديد من الدوافع للاعبين عشان يلاقي الشكل الفني اللي هو بيتمناه والبدني ايضا من خلال المباريات، وهو في الاخير هو بيختار التشكيل اللي بيلعب بيه. اختتم تصريحاته مستر فايلر امبارح بعد الماتش ان جميع المباريات المقبله قويه وصعبه، وان هو عارف حاجه واحده بس هي ايه؟ ان هو عايز يكسب كل مباراه مع النادي الاهلي، فبالتالي دي عقليه غايه في الروعه في الحقيقه، وده اللي احنا كنا محتاجينه من خلال مدير فني للنادي الاهلي.
هل احنا كده بنقيم بنقول الراجل ده اجمد مدير فني في الدنيا؟ لا، احنا ما بنقيمش، التقييم لسه بدري، ولما هيكون في تقييم مش احنا اللي هنقيم، يعني الناس المختصه بالجوانب الفنيه والكلام من ده، المحللين طبعا هم اللي يقيموا. لكن البدايه حتى الان يعني كنا نتمناها، لحد اللحظه دي احنا كنا نتمنى هذه البدايه. ارجع شويه، فوره تعيين مستر فايلر ما كانش البعض متفائل ان احنا هنكسب بره ارضنا مع كانو سبورت، ايا كان الحجم الفريق، احنا كان في فرق ضعيفه ونتعادل ونخسر منها للاسف خلال السنه اللي فاتت بره مصر، لكن هو كسب. كنا برضو البعض كان قلقان شويه من مباراه الزمالك، وان نادي الزمالك فريق متكامل ومعاه مدرب بقاله 5-6 ماتشات قبل مستر فايلر لعب مع نادي الزمالك، فقلنا المباراه هتبقى صعبه، لكن قدر مستر فايلر ان هو يفوز. مباراه سموحه مباراه صعبه جدا، فريق رخم، مدرب جيد كابتن حسام حسن، كسبت في بدايه الدوري وكسبت كمان مباراه الاياب بالامس في دور 32 من دوري ابطال افريقيا. اذا البدايه حتى هذه اللحظه طبعا مثاليه ما كناش متوقعينها هتكون بالشكل ده، مش عشان هو مستر فايلر، عشان اي مدير فني جديد هيجي في فتره ضيقه زي دي هيبقى الامور بالنسبه له صعبه ان هو يكسب بشكل متتالي. لكن باذن الله باذن الله نتمنى له الاستمرار على هذا المنوال، سواء هو او لعيبه النادي الاهلي اللي الواضح ان هم عندهم دوافع جديده وكبيره جدا، واهم هذه الدوافع طبعا الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ده فيما يتعلق بمباراه الامس. بالمناسبه خلينا نقول لحضراتكم الفرق اللي تاهلت حتى الان لدور ال 16 ودوري المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي تاهل، بترو اتلتيكو الانجولي تاهل، صن داونز الجنوب افريقي، والترجي التونسي، وزيسكو الزامبي، وبلاتينيوم الزيمبابوي، والرجاء البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمه الجزائري. 8 فرق تاهلوا حتى هذه اللحظه، وان شاء الله النهارده في عدد كمان من المباريات عشان يكتمل دور ال 16 بشكل كامل ب 16 فريق باذن الله، وهتقسموا او يقسموا ان شاء الله باذن الله لاربع مجموعات. ده فيما يتعلق بمباراه الامس، والف الف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. دايما الاهم هو اللي جاي، اللي جاي ايه؟ مباراه غايه في الصعوبه، مباراه الانتاج الحربي يوم الاربعاء القادم باذن الله. فريق قوي وجيد ومدير فني محترم وقوي جدا هو كابتن مختار. اذا التركيز كله منصب في هذه الفتره على هذه المباراه، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق. وبالمناسبه مستر فايلر من ضمن او من المدربين اللي بيقدروا يقيموا الفرق اللي هيواجهوها بشكل مميز جدا ويدرسهم بشكل جيد يعني. فباذن الله يكون التعامل مع هذه المباراه بالشكل المطلوب، واللي بنتمناه ان شاء الله يكون فوز وثلاث نقاط جديده في انطلاقة النادي الاهلي المحليه بالتحديد في بطوله الدوري. بالتالي الفريق بيستكمل استعداداته، او النهارده كمان مفيش راحه، كان في تدريب الساعه 5 وتدريبات كانت خفيفه للمجموعه اللي شاركت في المباراه بالامس بشكل كامل، في المقابل كانت تدريبات بدنيه قويه للمجموعه اللي ما شاركتش، والاستعداد هيستمر حتى موعد المباراه ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء المقبل. الامور كلها جيده ومهيئه باذن الله لموسم غايه في الروعه من الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي سواء مباراه الامس او استعداداته للمباراه المقبله. عندنا بقى اخبار كتيره في الحقيقه بتتكلم عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، نروح نشوفها لان في بعضها كده لازم هنعلق عليه بشكل مفصل. نشوف اهم اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. جريده الاخبار، الاهلي في دوري المجموعات رباعيه حمراء في مرمى كانو سبورت. الأهرام، الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي بالفوز على كانو سبورت برباعية السويسري فايلر. كلمة السر، وبطل مصر قدم مباراة رائعة وتألق ديانج ووحيد وفتح. الأخبار المسائي، الأهلي واصل الانتصارات، الفريق يعبر كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال. المساء، الأهلي مع فايلر كسبان ومنور، اكتسح كانو سبورت برباعية وتأهل لدور المجموعات الإفريقي. الأهرام المسائي، الأهلي لا يرحم، سحق كانو سبورت بالأربعة وتأهل إلى دور مجموعات دوري الأبطال. ديانج يتألق في أول ظهور والكرات العرضية كلمة السر في الفوز. الشروق،
الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي اتجاه لتمديده موسما واحدا، وبايلر يمنح صالح جمعة فرصة أخرى. الدستور تكليف التعاقدات بالتجديد لحسين السيد خوفا من انتقاله للأبيض. الأهلي وافق على عرض بيراميدز لضم أجاييه مقابل إيريك تراوري في يناير. ماشي. الوفد فايلر يطلب مهاجما جديدا للأهلي وينقلب على جيرال. بعد هذه الأخبار غريب شوية هنعلق عليه، لكن عايز أبتدي بالأهرام المسائي. الأهرام المسائي اتكلم عن نادي الأهلي وقال إيه النهاردة. قال إن الأهلي لا يرحم. الأهرام المسائي قال الأهلي لا يرحم. سحق كانو سبورت بالأربعة وتأهل إلى دور مجموعات دوري الأبطال بالضبط كده، وده اللي احنا تابعناه وشفناه امبارح. مباراه في الحقيقه فنيا كمان كانت رائعه من النادي الاهلي، يعني في جمل الاهداف كلها ملعوبه، في بعض الفرص الضائعه نتج عن جمل تكتيكيه جميله جدا في الحقيقه، فواضح ان في شغل في خلال التدريبات يعني، فكل دي امور تحسب للاعبين والجهاز الفني بالطبع. الاداء فنيا في الشوط الثاني كان كويس جدا، وكان ممكن نضاعف كل او عدد كبير من الاهداف زي ما شفنا امبارح، حتى لو المنافس ضعيف شويه، لكن انت بتشتغل على نفسك، بتحفظ ادوارك كلعيبه من خلال مثل هذه المباريات. ديانج يتالق في اول ظهور، والكرات العرضيه كلمه السر في الفوز. مش الحقيقه الكرات العرضيه بس، يعني في شغل سواء من الاجناب او من اكثر من مكان من العمق كمان، قدر النادي الاهلي ان هو يشتغل بشكل جيد امبارح. عايز اروح بقى لبعض الاخبار اللي حضراتكم اكيد مستنيين تعليق عليها. نروح للشروق. الشروق بتقول ايه؟ الاهلي يبدا مفاوضات تجديد عقد احمد فتحي. ركز معايا عشان في خبر عكس خبر زي ما حضراتكم ساعات بتتابعوا يعني. طبعا احمد فتحي قيمه كبيره جدا، واكيد النادي الاهلي هيدرس هذه الجزئيه، ولاعب مهم، واكيد عقده بنسبه كبيره هيتم تجديده. الاهتمام من قبل النادي الاهلي باحمد فتحي، واحمد فتحي مهتم جدا بالاستمرار مع النادي الاهلي. ممكن البعض يقول لك يا شروق تتكلم في كده دلوقتي ليه؟ لا، ده عشان احمد فتحي عقده هيخلص مع نهايه الموسم الجاي، لكن الموضوع مش صعب. تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي مش مساله صعبه يعني. لعيب اهلاوي جدا، بيحب النادي الاهلي بشكل كبير قوي قوي، وما شاء الله عليه في الملعب كمان اكثر من رائع. لحد دلوقتي هو احمد فتحي بتاع زمان، هو ما اتغيرش. فمساله تجديد عقد احمد فتحي موضوع مش هياخد كلام كتير جدا من الصحافه، وهيخلص وقت ان النادي الاهلي يقرر التوقيت المناسب لفتح هذا الملف. مش هياخد وقت كبير، لان احمد فتحي لعيب كبير جدا وقيمه كبيره في النادي الاهلي، وهو حابب اكيد ان هو يستمر مع النادي الاهلي، فالموضوع مش محتاج كلام كتير. اتجاه بقى ايه لتمديد عقده موسم واحد، ده بقى متروك للمسؤولين في النادي الاهلي واللاعب. فايلر يمنح صالح جمعه فرصه اخرى. ماشي. الكلام من خلال الايام اللي فاتت كان على صالح جمعه بشكل كبير، والبعض قال ان هو غاب عن تدريبات المستبعدين بدون اذن. الكلام طبيعي هيطلع كتير على صالح جمعه، لان هو ما شاركش حتى هذه اللحظه، لكن في المقابل زي ما بقول لحضراتكم، لما لعيب ما بيلتزمش او بيبقى فيه تقصير في جانب معين، النادي الاهلي بيوقع عليه عقوبه. بالتالي النادي الاهلي خلاص وقع على صالح جمعه عقوبه او غرامه ماليه بعد غيابه بدون اذن اثناء معسكر النادي الاهلي في برج العرب. فبالتالي في تدريبات المستبعدين يعني، فبالتالي الاهلي ما بيهزرش في كل هذه الامور. هو صالح بقى يعني مش عايز اعلق على الجزئيه دي كتير، لكن ان شاء الله نتمنى له ان هو يلتزم خلال الفتره اللي جايه، ويعود صالح جمعه بتاع النص الثاني الموسم اللي فات، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي ويتعلم من اخطائه، لان ده شيء مهم جدا، ويلحق نفسه يعني، لان العمر بيجري بسرعه يا صالح. نروح للدستور. الدستور بتتكلم عن النادي الاهلي وبتقول تكلفه التعاقدات بالتجديد لحسين السيد خوفا من انتقاله للابيض. النادي الاهلي لو خد قرار ان هو يجدد للاعيب مش عشان خايف ان هو يروح نادي الزمالك مثلا او اي نادي اخر، لا، هو بيبقى عشان مقتنع اقتناع تام بامكانيات هذا اللاعب يعني. لكن موضوع ان الاهلي بيجدد علشان يجدد لحسين عشان ما يروحش النادي الزمالك، لا، حسين واحد من ابناء النادي الاهلي
ولعيب مميز، والنادي الاهلي لو جدد له عقده هيبقى عشان مقتنع بتواجده مع النادي الاهلي مش اكتر. وده الدليل على كده ان النادي الاهلي استغنى عن بعض اللاعبين اللي ممكن يروحوا نادي الزمالك، لكن النادي الاهلي شايف ان هو مش محتاجهم خلال الفتره الحاليه. لو النادي الاهلي شايف ان هو محتاج حسين سعيد هيجدد، مش محتاج حسين سعيد مش هيجدد. الموضوع ابسط من البساطه يعني. نكمل الخبر. الاهلي بص بقى الخبر ده، الاهلي وافق على عرض بيراميدز لضم اجاييه مقابل ايريك تراوري في يناير. خبر غريب جدا جدا جدا، والغريبه ان اللي كاتب الخبر ده واحد اهلاوي قوي يعني، انا عارفه الصحفي يعني زميل وصديق يعني. يعني اجاييه بعد تألقه الفتره اللي فاتت دي، طب لو الكلام ده كان قبل مباراه الزمالك والفتره الكبيره اللي كانت قبل هذه المباراه هقول لك منطقي شويه، لكن ده الولد لعب وتألق وجاب هدفين وكان مؤثر جدا في مباراه الزمالك، وامبارح لعب وتألق وجاب جون مميز، والراجل بيديله ادوار مختلفه في الملعب. فبأنهي منطق بأنهي عقل ممكن نتكلم في الجزئيه دي دلوقتي؟ بالمناسبه لجنه التخطيط ما اجتمعتش من ساعه ما فايلر جه النادي الاهلي، فكلام كله غريب قوي بصراحه، وكلام كله بشأنه ان هو بيحاول يهز استقرار اللاعبين في النادي الاهلي حتى لو الصحفي اهلاوي كده، لكن انت بتحاول تختلق مشاكل، بتحاول تختلق ازمات. اجاييه لما يعرف حاجه زي دي هتشتت فكره، والكلام اصلا غير صحيح وغير منطقي يعني، كلام غريب جدا. مفيش الكلام ده من الاخر يعني، وان اجاييه هيكون مقابل ايريك تراوري. ايريك تراوري بالمناسبه لعيب كويس جدا، بس لو الاهلي فكر فيه، الاهلي قادر ان هو يتعاقد مع ايريك تراوري من غير ما يدخل فيه اي لعيب يعني. فحاجه غريبه وكلام غير حقيقي بالمره، واجاييه مستمر مع النادي الاهلي والناس مبسوطه بيه جدا في الجهاز الفني، وجمهور النادي الاهلي اكيد مبسوط دلوقتي في جونيور اجاييه بعد عودته لمستواه، ان شاء الله هيبقى افضل من كده كمان بكتير. الوفد كلام اخر، فايلر يطلب مهاجما جديدا للاهلي. ممكن مستر فايلر يشوف ده لسه حسب تقييمه للامور كلها، في ظل كمان مصابه مروان محسن. الراجل هو اللي هيقول رؤيته، لكن لغايه دلوقتي يا جماعه كل دي اجتهادات ليس الا. وينقلب على جيرالدو، ده استنتاج ان هو بينقلب على جيرالدو، لان جيرالدو المباراه الاخيره اللي لعبها امام سموحه ممكن ما يكونش كان بالمستوى اللي ينتظره البعض، لكن هل جيرالدو يمتلك الامكانيات الكافيه بتواجده او تخليه متواجد في النادي الاهلي؟ يمتلك، عنده احسن من كده بكتير طبعا عنده، لكن مش معنى كده ان هو راجل انقلب على جيرالدو من مباراه واحده يعني خالص. كلها تقييمات من المدير الفني، وكل دي استنتاجات من الصحفيين، وده شغلهم ولهم كل التقدير والاحترام يعني. لكن لسه المواضيع دي سابقه الاوانها، ولسه شويه على شهر يناير الراجل هيشوف احتياجاته ايه وهيطلبها من المسؤولين ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي واداره التعاقدات والكابتن محمود الخطيب طبعا بكل تاكيد. طيب دي كانت ابرز الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده. اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نشوف. الموقع الرسمي للاهلي، فايلر يعدد مكاسب الاهلي بعد الفوز على كانو سبورت. الشروق، عبد الحفيظ، اغلقنا صفحه افريقيا ونركز في مواجهه الانتاج. الوطن سبورت، الاهلي يعلن اليو ديانج افضل لاعب في مباراه كانو سبورت. اليوم السابع، اليو ديانج سعيد بالمشاركه وتسجيل الاهداف واتمنى حصد البطولات مع الاهلي. فيتو، صلاح محسن سعيد بثقه الجهاز الفني وجميع اللاعبين جاهزين. يلا كوره، تصنيف قرعة الأبطال، الأهلي يتجنب الترجي وسيناريو قد يضعه أمام سان داونز أو الزمالك. سوبر كورة، السويسري فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي للإطمئنان على المصابين. اليوم السابع، سعد سمير يعود لقائمة الأهلي من بوابة الإنتاج الحربي أو أسوان. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يبدأ اليوم استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي. فيتو، عبد الحفيظ يكشف أهداف الأهلي بعد الانتصار الرابع مع فايلر. الفجر الرياضي، مروان محسن يعود للأهلي بقناع الوجه الإسباني.
نبتدي بموقع الشروق واللي بيتكلم عن تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وانه قال اغلقنا صفحه افريقيا ونركز في مواجهه الانتاج الحربي، وده شيء معتاد يعني خلاص كلنا متعودين عليه، يعني خلاص المباراه بتخلص بتكمل بتشوف اللي بعدها ايه هتعدلها ازاي. ومباراه بصراحه اللي جايه صعبه قوي، وفريق انتاج الحربي من ضمن الفرق بلغه الكره كده فرق رخمه في الملعب، الماتشات ما بتبقاش سهله اطلاقا معاهم، وفي الحقيقه كل ماتشات الدوري المصري بتبقى صعبه. لكن بمناسبه الانتاج الحربي نتمنى ان يكون الحكم كويس، لان حضراتكم اكيد فاكرين مباراه الاهلي والانتاج الحربي في الدور الاول السنه اللي فاتت وضربه الجزاء اللي ما احتسب يعني ما تمش حسابها اللي ازاره، ولغايه دلوقتي احنا مش مصدقين ازاي ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش يعني. لكن في كل الاحوال ان شاء الله الحكم اللي يتم اختياره يكون حكم جيد ويحسب اللي يشوفه، لان في بعض الاحوال بعض الاحيان يجي يقول لك ايه خلاص الاهلي كسبان 1-0 مش لازم اديه ضربه الجزاء دي. لا بتفرق بتفرق، ادينا ضربه الجزاء. الاهلي متعادل هيجيب جون في اي وقت خلاص مش لازم احسب ضربه جزاء تطلع غلط، لا ركز واحسب ضربه الجزاء او احسب اي فاول مؤثر او اي شيء انت شايفه سواء بقى على الاهلي او للاهلي لازم تحسبه، ده دور الحكام ان شاء الله. نتمنى ان الحكام يكونوا مميزين بالتحديد في هذه المباراه، شيء بالشيء يذكر يعني. افتكرت بصراحه مباراه الدور الاول السنه اللي فاتت، فطبعا مباراه قويه والاهلي بيستعد لها بكل قوه. نروح للوطن سبورت. امبارح الاهلي اعلن او الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على السوشيال ميديا اعلنت ان اليو ديانج افضل لاعب في مباراه كان سبورت، بعد ما الجماهير كلها كانت شبه في اجماع على مستوى اللاعب المميز بالامس. وبالمناسبه فاكرين لما اليو ديانج كان ما بيشاركش في ثلاث مباريات الاولى مع النادي الاهلي او مع مستر فايلر بالتحديد، قال لك ده الراجل مش مقتنع بيه، ده حتى كمان مستر لاسارتي قبل ما يمشي قال يا جماعه اللعيب ده على قده خالص. وقلنا يا جماعه كل اللعيبه هتاخد فرصتها وكل اللعيبه هتحاول استغلال هذه الفرصه. امبارح حصل الكلام ده مع اليو ديانج، لعب وشارك وخد فرصته وتالق واستغل هذه الفرصه. كده هو في انتظار ايه؟ قرارات مستر فايلر الفنيه امتى يشركوه في المباريات سواء كاساسي او كاحتياطي، كل دي امور فنيه خاصه بالمدير الفني. لكن هو في الحقيقه لعيب مبشر جدا جدا جدا، اليو ديانج في مركز مهم هيكون فيه منافسه صعبه مع حمدي فتحي ومع كابتن حسام عاشور طبعا كابتن فريق النادي الاهلي. نتمنى له استمرار على هذا المنوال بالنسبه لاليو ديانج. نروح لفيتو صلاح محسن وتصريح ليه بعد المباراه، قال ان هو سعيد بثقه الجهاز الفني وجميع اللاعبين جاهزين. وصلاح محسن برضو لعب امبارح وجاب هدف، وجاب هدف كمان في المباراه الاولى مباراه الذهاب هناك في غينيا الاستوائيه، واللعيب تالق وحتى لما تم استبعاده برضو. انا بس بحب اركز على الامور دي عشان يا جماعه تبقوا ملومين بالشكل الكامل لطريقه تفكير مستر فايلر في تدوير اللاعبين. هو دلوقتي التدوير بغرض ايه؟ مش بغرض الاراحه، لا بغرض التقييم. الراجل بيحاول يقيم في اسرع وقت ممكن بالنسبه له في سنة مجازفة، بس واضح ان هي محسوبة بصراحة لمستر فايلر بدليل الفوز للمباراة الرابعة على التوالي. في العموم في تصريحات كانت لصلاح محسن اليو ديانج ورامي ربيعة، تصريحات مهمة جدا بعد هذه المباراة نروح نشوفها في التقرير التالي. يلا بينا. كل مشاهدي الاهلي في كل مكان، بعد انتهاء مباراة الاهلي وكان سبورت فوز كبير للنادي الاهلي مع نجم من نجوم اللقاء صلاح محسن هداف النادي الاهلي. صلاح مليون مبروك فوزكم النهاردة، مليون مبروك هدفك. النادي الاهلي ما بيلعب غير طبعا، احنا مركزين في بطوله افريقيا طبعا جامد جدا، واللعبه كلها على قلب راجل واحد، والحمد لله قدرنا نحقق الفوز النهارده الاياب، ان شاء الله ربنا يكرم يعني الفتره اللي جايه. هدف في كان سبورت في غينيا، هدف النهارده ما شاء الله عليك، نمسك الخشب كل ما بتاخد بتهدف. الحمد لله طبعا انا لازم مركز، حتى الفرصه اللي انا حطيتها الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. الاهلي بيعقد عليك امال كبير ان شاء الله باذن الله، الفتره منتخب مصر الجاي والاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى المباراه الجايه، خلاص الانتاج الحربي كمان كام يوم، مباراه قويه مباراه صعبه والاهلي عينه على الدوري ايضا. طبعا الدوري دايما بيبقى راس المال للنادي الاهلي، هو كده كده ان شاء الله باذن الله البطوله الدوري دايما بتبقى للنادي الاهلي، واللعبه كلها عندها اسرار في الدوري بالذات. ان شاء الله بطوله افريقيا هي الكبيره وباذن الله مركزين فيها جدا يعني. بعد انتهاء مباراه الاهلي وكان سبورت بفوز كبير للنادي الاهلي مع النجم من نجوم مباراه اليوم ديانج، نجم النجوم بنقول له مبروك على اداءه، وطبعا دكتور عمرو محب هيقوم بترجمه، دكتور عمرو بنقول له مليون مبروك على ادائك النهارده، لفت انظار كل مشجعي النادي الاهلي وكل محللين استوديو التحليلي، نقول مبروك على اول ظهور ليك من اول دقيقه، اثبت نفسه فعلا صفقه قويه للنادي الاهلي.
ميرسي بوكو ميرسي بوكو تو دابور جي. انا بشكر جدا الجماهير، بشكر الجهاز الفني اللي قاعدين عشان اشارك في اول مباراه، وطبعا حاجه زي كده حاجه تسل القلب ان انا العب اول مباراه واجيب جون ليا وكان ادائي كويس وبشارتكم، وانا سعيد بده وبشكر الجهاز الفني، بشكر الجماهير اللي ورانا، بشكر زمايلي اللي ساعدوني لاصاب المنظر ده في الملعب. كل والمباراه شغاله، كل السوشيال ميديا كان حديثهم كله على ديانج، دخل قلوب الاهلاويه من اول باص لي ما بيقطع كره او بيسلم او بيشوط بدا يخش قلوب الاهلاويه. Oui, c'est pas d'abord c'est pas donné à tout le monde de jouer dans un dans le plus grand club. طبعا مش سهل بالنسبه لواحد زي انه يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، ما دام اختاروني يبقى اكيد المفروض اكون على يعني اهل الثقه ديه، وانا مركز كويس جدا، وطبعا ده شغل الجهاز الفني معايا وزمايلي، وانا بشكرهم على النصايح والنصايح كلها كنت بحطها في تركيزي وبركز في الملعب، منافس كامل يتقال لي مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا افيك لكوب اهلي او شامبيون افريقيا. Bien sûr, c'est un rêve tout d'abord de... طبعا ده حلم كبير نحقق لقب افريقيا. الاسبوع اللي فات حققت اول لقب ليا مع النادي الاهلي كاس السوبر، وطبعا كلنا مركزين وعايزين، ده حلم كبير بالنسبه لنا طبعا بمجهودي، مجهود زمايلي معايا ومجهود الجماهير والجهاز الفني وشغلهم الكبير معانا، بنحاول قدر الامكان نركز ونحاول نحقق بطوله افريقيا عشان نديها جميل. اخر سؤال، مباراه الدوري الممتاز مع الانتاج الحربي كمان كام يوم، جماهير الاهلي برضو او الاهلي كالعاده بيفوز بطوله الدوري، والاهلي او جماهيره بتعقد امال برضو كبيره على الفوز بطوله الدوري والمحافظه على اللقب. Oui, quand tu es déjà champion, ça c'est déjà tu attends. يعني احنا طبعا حاملين لقب، فاحنا لازم بندي ادائنا كابطال، وطبعا بالنسبه لفرقه كبيره زي النادي الاهلي كل الماتشات لازم نحقق فيها فوز، وكل ماتشات بتبقى زي ديربي زي ماتشات قمه لازم نحقق فيها اداء، ولازم نكون متواجدين في الملعب بشكل ايجابي ونحقق فوز. النجم من نجوم دفاع النادي الاهلي كابتن رامي ربيعه، صمام امان النادي الاهلي، مليون مبروك كابتن رامي النهارده الفوز، فوز كبير على كانو سبورت رايح جاي، لعيب كبير، جماهير النادي الاهلي بتطمئن وانت في الملعب، بيقولوا روح النادي الاهلي في دفاعات النادي الاهلي هو رامي ربيعه. لا الحمد لله على المكسب طبعا، اللعيبه كلها رجاله، برده مش عايزين نتخدع بالنتيجه ورايح جاي، احنا لازم نركز في بطوله افريقيا من البدايه، يعني اللعيبه كلها مركزه كويس قوي وعارفين قيمه البطوله دي السنه دي، حتى الجمهور يعني في كل تجمع جمهور يقول لك بطوله افريقيا، فاحنا لازم يبقى هدفنا ده الاول، وما نفكرش ان انت كسبت ماتشين يبقى انت كده مستواك، لا لازم في احسن، لازم تطور من نفسك طبعا مع المدير الفني ومع الجهاز الفني كله، نقدر نطور من نفسنا ان شاء الله في التدريبات، يعني انا شايف ان احنا عملنا جزء صغير جدا من المهمه، ناقص المهمه الكبيره ان شاء الله المجموعات ونبدا نخش فيها بقوه، لان المجموعات بتفرق قوي معاك في اول ماتشين بيفرقوا معاك في المجموعه، فده لازم نركز فيها كويس قوي، يعني بشكر اللعيبه كلها رجاله ايا كان مين اللي بيلعب مين اللي ما بيلعبش، الراجل عامل روتيشن كويس قوي بين اللعيبه وبين بعضها، واللعيبه كويسه جدا مع بعض، فاتمنى الاستمراريه وعلى خير ان شاء الله. النهارده جمهور النادي الاهلي اللي كان في المدرجات في الدرجه الثانيه، بالروح بالدم هنجيب افريقيا يا عم، يمكن الروح الهداف هز كل يعني مشاعر كل لاعبي النادي الاهلي، عاوزين افريقيا يا رم. دي حقيقه، ما زي ما قلت لك في البدايه اللعيبه مركزه في كده، يعني نتمنى بقالك سنتين بتطلع فاينل، يعني في حاجه في باد لك، فان شاء الله تبقى من نصيبنا السنه دي، نعمل اللي علينا والباقي كله على ربنا، زي ما قلت لك جمهور النادي الاهلي بيشوف مموت نفسك في الملعب، ما عندوش اي ادنى مشكله في النتيجه دي بتاعت ربنا، المهم يشوف الروح النادي الاهلي في الملعب ويشوف النتيجه والباقي كله على ربنا، فان شاء الله دعواتكم معانا ان شاء الله واللي جاي احسن باذن الله. اداء ديانج النهارده خطف قلوب الاهلاويه. لا لعيب كويس ولعيب محترم ولعيب مجتهد، لعيبه كلها رجاله مش ديانج بس، يعني في لعيبه احمد الشيخ كان كويس ولعيبه كتيره فلا اللعيبه كلها كويسه واللعيبه كلها رجاله وبمساعده زمايله، يعني انا لما برجع من اصابه او اي حد بيلعب في اول ماتش بيبان اللعيب ده كويس بناء على اللي حواليه، اللي حواليه هم اللي جنبه واللي بيديله كوره واللي بيكلمه بالظبط كده بالظبط كده، فاحنا كتيم كويس وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. خلصنا افريقيا داخلين في الدوري وكمان كام يوم مباراه الانتاج الحربي، مباراه قويه جدا وجهاز فني اهلاوي كابتن مختار المدير الفني الكبير طبعا، مباراه صعبه جدا مباراه الانتاج الحربي، والاهلي عاوز يحافظ على اللقب حامل اللقب. لا الدوري السنه دي صعب، احنا بنفكر ماتش بماتش، ونشوف بقى المدير الفني معاه التفكير التكتيك كل ده معاه، فان شاء الله احنا نركز طبعا في كل ماتش، ماتش الانتاج طبعا ماتش ليهم احترامهم وفرقه محترمه، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا. مشاهدي قناه النادي الاهلي، يمكن ده كان لقائنا الخاص والحصري مع رامي ربيعه احد نجوم دفاعات النادي الاهلي بعد فوز الاهلي الكبير النهارده على فريق كان سبورت.
زميلنا العزيز شريف شعبان في الحقيقه عمل مجهود كبير بعد المباراه امبارح، والاهلي او قدر ان هو يعمل لقاءات مع كل من صلاح محسن علي ديانج رامي ربيعه، لقاءات مهمه وكلام مهم من الثلاثي، وان شاء الله نتمنى منهم المزيد خلال الفتره القادمه. عايز اروح على اعلق على خبر من يلا كوره واللي بيتكلم فيه على تصنيف قرعه دوري الابطال، وبيقول الاهلي يتجنب الترجي وسيناريو قد يضعه امام صن داونز او الزمالك. احنا عارفين ان هيبقى في اربع مجاميع من خلال تصنيفات، انت التصنيف بتاع النادي الاهلي لحد هذه اللحظه احنا الرابع على افريقيا، فبالتالي هنكون في الوعاء الاول اللي هيكون فيه الاربع انديه اللي هيكونوا على راس كل مجموعه، فانت كده بتتجنب مواجهه الترجي التونسي اللي هو بطل دوري الابطال. الموضوع مش خاص بانك يعني بتحاول تتفادى حد، لا، اللي عايز يكسب البطولة لازم يكسب أي فريق وده شيء طبيعي، لكن في المقابل مثلا فريق زي صن داونز ده السادس على أفريقيا، فوارد أنه يقع معك في المجموعة، أو الزمالك اللي هو السابع على أفريقيا طبقا للتصنيف الأخير، وارد أيضا أن هو يكون معك في المجموعة. في شكل عام القرعة هتكون يوم 9 أكتوبر القادم، وإن شاء الله نتمنى أن الأمور تسير في مصلحة الفريق ويقدر يجيب لنا اللقب المنتظر دوري أبطال أفريقيا. نروح لليوم السابع، بتقول ان سعد سمير يعود لقائمه الاهلي من بوابه الانتاج الحربي او اسوان. سعد سمير لعيب مميز جدا وشخصيه مميزه في الملعب، فبالتالي عودته عوده غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي، بالتالي ايضا هو شفي تماما من الاصابه، شارك في التدريبات الجماعيه من خلال 3 تدريبات فاتوا واصبح جاهز ومتاح للجهاز الفني، ممكن ان هو يكون متواجد في مباراه الانتاج الحربي في القائمه بالفعل، وممكن يتم تأجيل تواجده لمباراة أسوان اللي هتكون يوم السبت القادم الساعة 3 عصرا، مباراة هتكون صعبة جدا هناك في مدينة أسوان، فنتمنى كل التوفيق أيضا لسعد سمير وكل لاعبي النادي الأهلي. دي كانت أخبار الأهلي في المواقع، لسه في أخبار محلية وعالمية نشوفها. الشروق، البدري فتح الباب أمام المحليين والشباب للانضمام للمنتخب. الوطن سبورت، حسام البدري يخطط لفرض سياسة العين الحمراء بمعسكرات المنتخب. اليوم السابع، منتخب الشباب يواجه عمان وديا اليوم. سوبر كورة، 70,000 جنيه راتب جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام. في الجول، كلوب بيوضح سبب تغيير مركز صلاح أثناء لقاء شيفيلد. الشروق، وردة، تلقيت تهديدات من الجمهور. يلا كورة، تقارير، بيريز يحدد بديل زيدان. سبورت 360، بيب جوارديولا يحسمها، لم نتعاقد مع أي لاعب في يناير. سكاي سبورت، برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي. يورو سبورت عربية، كوفاتش يدفع بايرن ميونخ لشراء كوتينيو من برشلونة. نبتدي بالشروق، الشروق قالت إن الكابتن حسام البدري بيفتح الباب امام المحليين والشباب للانضمام للمنتخب، ده امر طبيعي وبديهي، يعني كابتن حسام بدري الميزه اللي هتكون عنده ان الراجل مدرك تماما امكانيات جميع اللاعبين المصريين، والراجل عشان مدرب وطني مش مدير فني اجنبي، فهياخد وقت عشان يعرف اللعيبه ويتفرج بشكل كويس، وشفنا مدير فني اللي قبل كده بصراحه اجيري حتى لما كان بيتفرج كان بيختار غلط في الحقيقه، يعني كانت حاجه صعبه جدا، لكن كابتن حسام البدري مدرب وطني فهيبقى ملم بكل امكانيات اللاعبين، فهو فتح الباب امام الجميع بالمناسبه، مش المحليين بس والشباب بس، لا هو كمان قال من خلال تصريحات انا سمعتها ليه، يعني في الحقيقه قال مش حاطط اعتبار للسن، اللاعب اللي هيأدي بشكل كويس هضمه للمنتخب، وان مصلحه المنتخب هي فوق كل شيء، وده الطبيعي طبعا، طبيعي هيبقى في تفكير في اللاعبين المحليين و متابعتهم بشكل دقيق جدا من خلال مباريات الدوري او المباريات الافريقيه والعربيه اللي بيشارك فيها الانديه المصريه. نروح للوطن سبورت واللي قالت حسام البدري يخطط لفرض سياسه العين الحمراء ومعسكر المنتخب. مش شرط يعني انتوا ممكن الناس واخده انطباع شويه
عن الكابتن حسام بدري انه بيكسر وعصبي شويه وكلام من ده، لكن مش شرط يعني، بيبقى في استراتيجيه مختلفه ممكن، وممكن تكون هي نفس استراتيجيته مستمره معاه، بس ما اعتقدش ان الكلام ده ممكن يكون مفيد لعناصر المنتخب. لعيبه المنتخب لعيبه مميزه في الحقيقه، وكله هيترتب على اختياراته، هو هيختار لاعبين مميزين ولا مش مميزين، والتعامل مع اللاعبين هيكون ازاي. لكن الجانب النفسي اكيد جانب مهم. موضوع العين الحمراء بحس ان الناس بتبقى بتستبق الاحداث دايما يعني، ده طبعا الصحافه والمواقع شغل الاعلام بشكل كامل يعني، لكن لازم يكون في واقعيه ومنطقيه في كل الاحوال. نروح لفي الجول ونتكلم عن بعض الاخبار العالميه، وبالتحديد فيما يتعلق ببعض محترفينا وابرزهم بالطبع محمد صلاح. كلوب بيوضح سبب تغيير مركز صلاح اثناء لقاء شيفيلد امبارح. كانت مباراه قويه جدا لليفربول امام شيفيلد يونايتد في ملعب شيفيلد، ومباراه كانت صعبه قوي قوي على ليفربول. الشوط الاول خلص 0-0، محمد صلاح كان في بدايه اللقاء بيشارك كوينج رايت كما هو المعتاد بالنسبه للاعب، لكن في الشوط الثاني لما تأزمت الامور واضاع ساديو ماني هدف محقق، يورجن كلوب غير طريقه اللعب، خرج هندرسون من نص الملعب ونزل اوريجي كجناح مكان ساديو ماني، وساديو ماني راح الناحيه الثانيه مكان صلاح، وصلاح بقى المهاجم الوحيد وتحتيه في العمق فيرمينيو. التغيير ده جاب نتيجه، وقدر فينالدوم ان هو يحرز هدف ليفربول الوحيد في هذه المباراه الصعبه جدا. وقال ان هو كلوب يعني قال ان احنا غيرنا استراتيجيتنا في الشوط الثاني عشان نحاول ان احنا نكسب، واعتقد ان الاستراتيجيه دي نجحت، وكان ضروري ان احنا نغير مركز صلاح ونستفاد بسرعته. بالمناسبه ضيع هدف امبارح ما يضيعش، كان ممكن يتصرف فيه احسن من كده بكتير، لكن ده وارد بيحصل يعني، ممكن ما يبقاش موفق في بعض المباريات، لكن نتمنى له التوفيق في كل اللي جاي باذن الله بالنسبه لمحمد صلاح سواء مع المنتخب او مع ليفربول. نروح للشروق وتصريح لعمرو ورده بيقول تلقيت تهديدات من الجمهور. امبارح عمرو ورده لعب هو مع فريق لاريسا، اعاره من باوك اليوناني، لعب مع اريس في الدوري اليوناني وفازوا 3-2 في مباراه كانت صعبة جدا وقوية، وفوز كان غالي لاريسا اللي هو الفريق اللي بيضم عمرو وردة، وعمرو وردة بالمناسبة أحرز الهدف الثالث، فاحتفل بطريقة مبالغ فيها واستفز شوية جمهور الفريق المنافس، فسألوه بعد خد إنذار يعني، فسألوه بعد المباراة إيه اللي حصل؟ أنت ليه عملت كده؟ قال لهم أنا كنت بتشتم طول الماتش بأهلي من قبل جماهير فريق أريس، فأنا بعتذر لهم في كل الأحوال وبحترم كل الجماهير اليونانية. لكن ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه بالنسبه لعمرو ورده. نروح يلا كوره وبعض الاخبار المستمرين فيها، الاخبار العالميه وفيما يتعلق بريال مدريد. امبارح كانت مع اتلتيكو مدريد مباراه كانت ممله قوي قوي قوي، لكن خلصت بالتعادل السلبي 0-0. والتقارير بتقول ان بيريز يحدد بديل زيدان، يعني الناس بتتنبا وايضا بيستبقوا الاحداث حتى في الصحافه الاوروبيه يعني، ان زيدان لو الامور ما تعادلتش شويه والنتائج ما كانتش كويسه. بالمناسبه ريال مدريد لغايه دلوقتي هي متصدر الدوري قبل مباراه ريال سوسيداد، ريال سوسيداد لو كسبت حتى هتعدي ريال مدريد تبقى هي المركز الاول. لكن في كل الاحوال بيقولوا ان البديل لزيدان هيكون جوزيه مورينيو مدرب الاسبق لريال مدريد والسابق لفريق مانشستر يونايتد، فهنشوف الامور دي يعني. ان شاء الله نتمنى ريال مدريد بالنسبه لي على المستوى الشخصي يعني اتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نروح لسبورت 360 وبتتكلم بتقول ان جوارديولا قال واعلن بشكل نهائي ان مش هيبقى في تعاقد مع اي لاعب في يناير، وفي الحقيقه هو مش محتاج تعاقدات. جوارديولا ما شاء الله فرقته جامده جدا يعني، مانشستر سيتي امبارح فازوا على ايفرتون في ملعب ايفرتون 3-1 في مباراه كبيره، فعنده مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين، ما اعتقدش فعلا ان هو في حاجه لتعاقدات اخرى، لكن هنشوف ممكن يقول كده دلوقتي ونتفاجئ في يناير ان هو تعاقد مع لاعبين. نروح لسكاي سبورت بتتكلم على ان برشلونه بيكشف طبيعه اصابه ديمبلي، واللي في الحقيقه يعني ما قفتش برشلونه اطلاقا منذ تعاقد الفريق معاه من سنتين لغايه دلوقتي. ديمبلي مش مؤثر في برشلونه، اصابته كتير، اصابته الحاليه ايه؟ حمل عضلي زائد في اوتار ركبته اليسرى، فبالتالي بيغيب ولسه هيشوفه هيرجع امتى. لكن ديمبلي مش مؤثر بصراحه وغايب بقاله فتره كبيره، او لما بيرجع بيشارك مباراه واثنين وبعدين يغيب يعني، مش ده اللي برشلونه اكيد عايزاه. نروح ليورو سبورت عربيه واخر خبر نعلق فيه او عليه مع حضراتكم، كوفاتش يدفع بايرن ميونخ لشراء كوتينيو من برشلونه. احنا عارفين ان كوتينيو بعد الموسم ونص الغير موفق مع برشلونه انتقل على سبيل الاعاره لبايرن ميونخ،
والواضح ان هو بيتالق لحد دلوقتي. امبارح لعبوا مباراه وكسبوا 3، احرز كوتينيو هدف وعمل اسيست كمان لجنابري جناح بايرن ميونخ، وبالتالي بيتالق. فبالتالي كوفيتش لما اتكلم بعد المباراه قال الفريق ما كانش في حالته، الشوط الاول احنا ما كناش موفقين لكن الشوط الثاني قدرنا ان احنا نفوز، وبالتحديد اتكلم عن كوتينيو قال ان هو مبسوط جدا من ادائه، فده تمهيد طبعا لشراء كوتينيو بشكل نهائي من برشلونه، واعتقد ده هيكون افضل لكوتينيو. طيب اتكلمنا في اخبار عديده سواء اخبار الاهلي في الصحف او في مواقع وبعض الاخبار المحليه والعالميه. دلوقتي معدنا مع فقره الضيف بعد الفاصل، هينورنا ويشرفنا الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي بالجمهوريه وحديث في العديد من الامور. استنونا بعد الفاصل. استاذ طارق عوض الناقد الرياضي بالجمهوريه ضيفنا العزيز اليوم. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. منورنا والله، منور بيك ومنور بوجودي في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. اهلا بيك. يعني عندنا كلام كتير بالتحديد عن النادي الاهلي وفوزه امبارح 4-0 على كانو سبورت. بتشوف الانتصار ده ازاي؟ ومش بس الانتصار ده، الاربع انتصارات المتتاليه لمستر بايلر من وجهه نظرك بتقيمها ازاي؟ طيب خلينا نتكلم في البدايه على مستر بايلر. حلو. النهارده اما نيجي نقيم اي حد يا بنقيمه بالارقام يا بالفنيات. كويس. الارقام النهارده مستر بايلر بيقولوا ان هو لعب 4 مباريات حقق فيهم الفوز، سجل 10 اهداف، 6 لعيبه بيسجلوا الاهداف، ما دخلش مرمى غير هدفين من ركلتين جزاء. بالظبط. اذا الارقام هنا بتقول ان مستر بايلر بقى سوبر فايرل مش كويس. مستر بايلر بس. بالنسبه فنيا بقى موضوع الروتيشن اللي معمول والتغييرات اللعيبه والكلام ده كله، يعني لو حبيت اسالك دلوقتي امير واقول لك تتوقع تشكيل النادي الاهلي ايه؟ لا ما اقدرش اتوقع. ما اقدرش اتوقع. صح كده؟ طبعا. ده بقى بيرمز لحاجات كتير قوي. اولها الجراه. كويس. ان مستر بايلر جريء جدا جدا، اعاد هيبه النادي الاهلي الافريقي، بقى يكسب بره وجوه. موضوع الروتيشن بين اللعيبه، الطرق الهجوميه اللي بيعملها والكلام ده كله، ده بيخليني اقول ان كل من انتقد مستر بايلر عليه ان يقدم اعتذار واجب النفاذ، وان نرفع القبعه لمجلس اداره النادي الاهلي في اختيار هذا المدرب كمدرب للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. كويس. بايلر بصراحه وانت قاعد دلوقتي بقيت تستمتع باداء النادي الاهلي، حاسس ان في كره بتتلعب، حاسس ان في تكتيك بيتلعب، ما بقتش عارف مين اللي هيلعب الاساسي ومين اللي هيبقى موجود احتياطي. بالظبط. روح اللي هي العداله العمياء اللي عملها مستر فاير ان في اختيارات اللعيبه وروح التنافس الشريف اللي موجود بين اللعيبه وبعضها، اعتقد ان هو ده افضل حاجه اتعملت في الاربع ماتشات اللي فاتت. خصوصا ان احنا عندنا كنا دايما بنقول ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا، لكن مين يوظف؟ مين يحط كل لاعب؟ مين يخرج كل الطاقات اللي موجوده في كل اللعيبه؟ مين يقدر يعمل ده؟ اعتقد ان مستر فاير عمل ده بنجاح شديد جدا، واعتقد ان النادي الاهلي مفيش فريق هيقدر يقف قدامه بالطريقه اللي شغال عليها مستر بايلر، سواء محليا او افريقيا. النادي الاهلي استعاد هيبته، استعاد كبريائه، بقى عنده فريق قوي، عنده فريق بيلعب تكتيك هجومي رائع جدا. كويس. كل دي بتقول ان النتائج اللي جايه هتبقى اكتر من الاربع ماتشات اللي عدوا. طيب ممكن واحد دلوقتي بيتفرج علينا يقول لك يا استاذ طارق بس انت متسربع قوي في تقييم مستر بايلر، ده هو لعب 4 ماتشات بس ومش عايزين نضخم في الامور ولسه الاختبارات الحقيقيه ما جاتلوش وكلام من ده. ردك هيكون ايه؟ انا كنت كاتب في مقاله من اسبوعين او من 3 اسابيع او من النادي الاهلي تعاقد مع مستر فاير قبل ما يبدا خالص، كنت كاتب ان الحكم على مستر فاير لازم يبقى مش قبل 5 ماتشات. كويس. الخمس ماتشات دول عشان نقدر نقيم فيهم. لكن النهارده بعد 4 ماتشات اقدر اقول لك ان مستر فاير خيار موفق جدا للنادي الاهلي. كويس. اقدر احكم عليه بكل ثقه ان هو يقدر يحقق انجازات كتيره جدا، خصوصا لانه عنده جراه وعنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا. النهارده على سبيل المثال امبارح انت لاعب الماتش بدون 2 من اهم اللعيبه، لاعب بدون رمضان صبحي وبدون محمد مجدي قفشه، غير حمدي فتحي كمان، سوري، 3 لعيبه، يعني حمدي فتحي كمان طبعا اللعيبه المميزه جدا طبعا، بدون اهم 3 لعيبه، ومع ذلك بتكسب وبتادي وعامل نتيجه كويسه جدا وعامل تكتيك عالي جدا في الملعب. فزي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوان. النهارده مستر فايلر قدم اوراق اعتماده رسميا
كمدير فني قوي، مدير فني تكتيكي، مدير فني هجومي، مدير فني يقدر يحقق طموحات جماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. فمش مش يعني الموضوع بقى ان احنا نحكم او ما نحكمش او الكلام ده كله، انت مقابل الزمالك وكسبان. كسبانه كمان باداء رائع، واداء رائع جدا كمان، ومسجل في نادي الزمالك 3 اجوان. الزمالك يعتبر المنافس ولولا ظروف المباراه كمان كان ممكن بالظبط كده، ظروف الاصابات اللي حصلت واللعيبه اللي خرجت وتغيرت بشكل اجباري والكلام ده كله، فانت اكبر منافس ليك في الدوري انت بتكسبه وبتكسبه وبتحب تسجل فيه 3 اهداف بالظبط. تمام، افريقيا بتكسب بدون معاناه في ماتش الذهاب وبتكسب باريحيه كبيره جدا واداء كتير جدا في ماتش العوده، وبالتالي خلاص. الواحد دلوقتي يقول لك برده فريق ضعيف، فريق كان سبورت ضعيف ماشي اوكي، ما انت كسبان سموحه، انت كسبان سموحه وعامل ماتش كويس جدا برده، ومع ذلك خد بالك انت كنت كل ماتش بتجري تغييرات جذريه. ما هو ده بقى اللي انا كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك، هل التغييرات اللي مع كل مباراه في الاربع مباريات لاعبين مختلفين بيلعبوا، هل دي كانت مجازفه شويه لمستر فايلر ولا طبعا انا ازاي؟ بص هي لو احنا بصينا لها هتعتبر ان هي مغامره تتحسب مغامره، لكن لو بصينا لها على النقيض الثاني والنتائج اللي حققت اللي اتحققت هنلاقيها ان هي مكسب كبير جدا وجراه غير عاديه، وفاز بلذة كل بالظبط كل مغامر يعني كل واحد بيغامر بيفوز باللذة المغامرة. فالقصة كلها ان انت اذا اعتبرناها ان هي مغامرة، لكن لا فاز في كل ماتشاته وكان عنده جرأة شديدة جدا في التسجيل. النهاردة مستر فايلر محافظ بس على محمد شناوي في حراسة المرمى، تمام، يمكن ده المركز الاهم بالنسبة له اللي هو بيعتبر استراتيجي، في حين ان هو يعتبر استقر عليه بشكل كامل. محمد الشناوي لعب الاربع مباريات اللي فاتت، رغم ان البعض امبارح قال لك شريف اكرامي هيبتدي هذه المباراه وكانت مباراه تعتبر بالظبط بالظبط كده، لكن هو لكن ده بيدل ان هو عايز يثبت، هو عارف يعمل ايه، شغال كويس جدا وعارف امتى يعمل استابيليتي في المركز ده وامتى يعمل روتيشن او تشينج في المركز دوت. مين كان يتخيل ان علي معلول يقعد احتياطي في ماتش زي العوده بتاع كان سبورت؟ محدش تخيل ده ابدا. رمضان صبحي قعد، بتدي الفرصه لاليو ديانج بيظهر لك في اول ماتش بيسجل لك هدف، الكلام ده كله لا دي جرأه قبل ما تكون مغامره، انا شايفها انها جرأه كبيره جدا لمستر فايلر. بتقيم محمود وحيد ازاي بعد مباراه الامس، رغم ان هو في منافسه صعبه جدا جدا لازم نعترف مع علي معلول، وايضا رايك ايه في اليو ديانج؟ طيب هنبدا بمحمود وحيد. نبتدي محمود وحيد. الحقيقه امبارح يعني خلينا نتكلم بصراحه، رغم قدرات علي معلول الفائقه والكبيره جدا، انا ما حسيتش باي خلاف في غياب علي معلول. كويس، ده شيء كويس جدا. يعني محمود وحيد كان بيطلع مع الهجمات بيعمل اوفرات رائعه جدا فعلا. شفنا الاوفر اللي جه منه الجون بتاع جونيور اجاي، عامل ضغط كبير قوي على مدافعي كانو سبورت، بيقوم بواجباته الدفاعيه كما ينبغي بشكل كويس جدا. ده هيخلينا نقول ايه بقى، ما نقولش ان احنا تقييمنا لمحمود وحيد هل هو حلو ولا هو وحش، لا هو محمود وحيد اصبح في غياب علي معلول كفة راجحة يقدر يستند عليها مستر ريني فايلر ويقدر يحط تشكيل بدون أي مخاوف أو بدون أي مشاكل. وده اللي أنا بقولك عليه أو قلت عليك في البداية، إن أنت استنفرت طاقات كل اللعيبة اللي موجودة عندك، خرجت كل الطاقات الممكنة. النهاردة محمود وحيد ممكن ما يلعبش الماتش اللي جاي، وارد جدا إنه ما يلعبش، لكن هو أثبت نفسه عند مستر فايلر وعند الجمهور، وبالتالي هيفضل محافظ على المجهود بتاعه اللي بيقوم بيه عشان يقدر قدام ياخد فرصه او يلعب في اي ماتش. هو اكيد عنده طموح ان هو يلعب اساسي بالمناسبه، مفيش لعيب ما عندوش طموح، بس هو هيلاقي منافسه صعبه، نفس المنافسه اللي هتبقى صعبه ايضا على علي معلول لما يلاقي لعيب بامكانيات محمود وحيد بنفسه في نفس المركز. طيب احنا يعني خلينا نتكلم في الجانب ده لشقين، المنافسه بين اللعيب يا اما تبقى منافسه سلبيه صح، يا اما تبقى منافسه ايجابيه. المنافسه السلبيه هنا فين؟ لما اكون انا بأدي بشكل كويس جدا والاقي المدرب بتاعي بينزل اللعيب عليا في الملعب وانا ماليش فرصه. كويس، دي بتعتبر منافسه سلبيه. بالظبط. لكن منافسه ايجابيه ان انا اما الاقي فرصه والعب واخد ماتشات والاقي المدرب بيشيد بيا والاقي الجمهور بيشيد بيا، هفضل محافظ على نفس المستوى عشان الاقي فرصه ثانيه. صح. وبالتالي هنا مستر فايلر عمل المدربين معادلة كتير قوي بالظبط، حل المعادله الصعبه اللي مدربين كتير قوي ما قدروش يعملوها. خلى في لعيب، ما نقدرش نقول دلوقتي في لعيب اساسي، لكن بنقول ان في لعيب بيلعب صح ولعيب جاهز بالثاني بره. بالظبط. يمكن زمان كنت سالت احد المدربين الكبار يعني، وكنت قلت له كان يعني كابتن طه بسر الله يرحمه، كنت سالته كان بيدرب الاتحاد السكندري وقلت له امتى تاخد الدوري؟ فقال لي اخد الدوري لما يبقى عندي لعيب في الملعب وادوا لعيب تاني قاعد على الدكه. في الحاله دي
ابقى انا مطمن جدا. قلت له حتى وانت يعني اتحاد سكندري مش اهلي ولا زمالك؟ قال لي لا ولا اهلي ولا زمالك، لو عندي لعيبه بنفس المستوى اقدر اخد دوري مستريح. فالنهارده مستر فاينر بيحل اصعب معادله او بيتعلم من المشاكل السابقه للنادي الاهلي في الموسم الماضي. اما كان بيجي عليه وقت ما بيلاقيش ظهير يلعب بيه، ما بيلاقيش مساك بيلعب بيه، ما بيلاقيش حارس بيلعب بيه. هو بان في تصريحاته امبارح كمان بالزبط. انا بحاول اجهز اكبر كم ممكن من اللاعبين، مش هلعب ب 13 14 لعيب بس. وكمان بعيد عن تصريحاته بقى، الجميل في تصريحاته او الكويس جدا في تصريحاته انه امبارح لما تساله انت ليه لعبت ده وليه ما لعبتش ده؟ فيقول لك لا دي مسائل فنيه وانا ما بحبش اتكلم. عايز يقول يعني ما بالظبط مش قايل يا جماعه خلاص دي حاجه ما تخصش حد، تخصني انا. هو ما تيجي تحسبها هي فعلا تخصه فعلا. يعني النهارده الجمهور ومجلس اداره النادي وكل الناس المحترمه رغم الناس كلها حقها تسال طبعا، لكن طبعا الراجل عنده شخصيه مميزه. انا عايز اقول لك يعني لسه بتبان في التصريحات. انت كجمهور نادي اهلي او كمسؤولين في النادي الاهلي، ايه اللي يهمك من الماتش؟ انك تطلع فايز. طيب ايه اللي يهمك كمان كجمهور بقى ومتعه كله؟ ان تأدي اداء بشكل كويس. انت بحقق المعادله دي، بتكسب وبتأدي اداء بشكل كويس، وبالتالي اذا يبقى لي مطلق الحريه في اي حاجه. وبعدين لو اتكلمنا على عناصر في النادي الاهلي لسه ما ظهرتش لحد دلوقتي، بقول لهم الحقوا نفسكم وخدوا الفرصه قبل ما تضيعوا في الحته دي. هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن النادي الاهلي. استنونا. كنا بنتكلم على بعض لاعبي النادي الاهلي وادائهم بالامس، وكنا بنتكلم بالتحديد على محمود وحيد، لكن عايزين نتكلم ايضا على اليو ديانج ورؤيتك لمستوى بالامس. الحقيقه كان مستواه امبارح كان مفاجاه لكل جماهير النادي الاهلي. مفاجاه. لان انك تنزل لعيب نص ملعب اول مباراه بيلعب مع النادي الاهلي ويجيد في مركزين 6 و8 اللي هو 6 ده اللي هو بيبقى مهمته في الاساس ان هو تعطيل فرص المنافسين وقطع الكرات والكلام ده كله، لا وبيروح ل8 ان هو بيبقى على منطقه الجزاء وبيسجل وبيصنع اهداف والكلام ده كله. لا كان مفاجاه كبيره جدا اليو ديانج. دي لقطات من المباراه امبارح. يعني اعتقد ان ديانج مكسب كبير اهو، واقف في قلب ال 18 مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. انا شايف بس ان هو ديانج هتبقى مشكلته الفتره اللي جايه ان الجماهير هتبقى عايزه تشوفه كتير. يعني الناس امبارح اتعلقت بيه وحبيته، خصوصا ان انت اما يبقى عندك لعيب لسه جايبه اول ماتش بيشارك فيه وبيحرز لك هدف بجانب ان هو دي مش مهمته الاساسيه. يعني لو جيت بصيت ان اليو ديانج مش مهمته الاساسيه ان هو يجيب اجوان طبعا طبعا، لكن يظهر لك ان هو بيقطع كرات وبيصنع فرص وكمان بيسجل اهداف، فاعتقد ان هتبقى فرصته كبيره. هو اتعامل كمان مع الهدف بشكل كويس جدا جدا، وانتظر ولا كانه افضل مهاجم موجود. يعني انتظر الكره عملها كان موجود كويس. كان عامل زياده عدديه كبيره جدا في يعني اللقطه اللي جت تاني دي لو تتعاد تاني يا امير هتلاقي فيه بص عدد لعيبه النادي الاهلي قد ايه جوه منطقه الجزاء، ده ما كانش متوفر كتير قبل كده. انك يبقى عندك لعيب نص ملعب جوه ال 18 دي حاجه تحسب للمدرب وبتحسب لديانج نفسه اللي كان عنده الجراه انه يروح لغايه منطقه الجزاء ويقدر يسجل والكلام ده كله، فاعتقد انه مكسب ومفاجاه كبيره جدا. لعيبه 2 4 6 7 لعيبه من جوه منطقه الجزاء، ده ما كانش بيحصل قبل كده خالص. فاعتقد ان ده شكل مهم جدا، وديانج من اللعيبه المبشره جدا اللي هتبقى في خط نص ملعب النادي الاهلي تقدر تحقق تاريخ مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. انت قلت كلمه مهمه قوي، قلت ان الجماهير هتبقى عايزه تشوفه الفتره الجايه. فده هيخليني اسالك سؤال، لان وانا اتكلمت في الجزئيه دي في الحقيقه البعض دايما بيعلق على غياب بعض اللاعبين عن المباريات. المفروض يتقال ايه او المفروض نفكر ازاي في مصلحه فريق النادي الاهلي؟ هل نطالب باشراك لعيبه معينه وبعدين لما اللعبه دي تشارك هتقول طب واللعبه الثانيه ما شاركتش دي؟ هل ده منطقي؟ اللي بيحكم الامر ده حاجتين. الحاجه الاولانيه انك بتكسب ولا لا، وانك بتادي ولا لا. كويس. النهارده لو النادي الاهلي بيكسب ونتائجه كويسه جدا وبيعمل اداء جوه الملعب كويس جدا، اعتقد ان ده مش هيبقى في مبرر ان انت تقول طالب بده يلعب وده ما يلعبش او الكلام ده كله. خلاص انت بتحقق الهدفين اللي اي مدرب او اي جماهير في العالم بتبحث عنهم، انك تكسب وانك تعمل اداء كويس. بالظبط. طالما الاثنين موجودين مش هيبقى في مشكله خالص. خصوصا بقى ان هنا اللي بيفرق كمان شخصيه المدرب. ازاي انت تفرض على اللعيب انه يبقى موجود على دكه الاحتياط وكانه بيلعب. ده ظهر حتى في الاهداف اللي كانت بتسجل في النادي الاهلي، بتلاقي كل الدكه بتقوم وبتروح تجري ورا لعبتها والكلام ده كله. شخصيه المدرب هي اللي بتفرق في كل ده. بالزبط. انك تبقى قاعد الدكه وما عندكش امتعاض
من ان انت قاعد. لا بالعكس، اللي جوه زي اللي بره النتائج بتحقق والاداء بيكسب. فاعتقد ان الجمهور يهمه المكسب والاداء، وبالتالي مش هيبقى فيه اي حاجه من بالظبط. ده شيء اكيد مهم. بتشوف ازاي عوده ازارو امبارح شركته في المباراه مع استمرار تالق صلاح محسن؟ طيب خلينا نقول النهارده ان في حاجه مهمه جدا حصلت امبارح. بعيدا عن اصابه مروان محسن، امبارح انت اشركت ثلاث مهاجمين، اشركت جونيور اجي وصلاح محسن ووليد ازارو. انك تخلق منافسه بينهم ده شيء مهم جدا جدا. فعلا فعلا. اعتقد ان وليد ازارو عودته مهما كان، مهما حصل ومهما اتقال ان وليد ازارو بيضيع فرص او ما عندوش حيله ان هو يسجل اهداف او الكلام ده كله، لكن وجوده مهم جدا. واعتقد ان تالق جونيور اجي وصلاح محسن هيبقى دافع ان ازارو يتمسك بنص الفرصه. يعني كويس. المشكله الوحيده اللي كانت بتقابل ازارو في الفتره اللي فاتت ان هو كده كده هيلعب بالظبط، هو كده كده كان بيلعب، لكن ما كانش عنده تمسك بانصاف الفرص. انصاف الفرص هي اللي بتقول ان انت مهاجم سوبر او ان انت مهاجم يلعب. من وليد ازارو جاب جوان صعبه كثيره جدا. فاعتقد ان وجوده مهم جدا، عودته قويه جدا لهجوم النادي الاهلي، وهيبقى المنافسه كبيره جدا بينه وبين جونيور اجيو بصلاح محسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالاضافه كمان لعوده بعض المصابين في الفتره الجايه، عندك سعد سمير خلاص هيخش مع الفريق، عندك محمد محمود على وشك الدخول ايضا في قوائم المباريات، عندك كريم نيدفيد باذن الله قرب كمان اسبوعين ثلاثه متولي طبعا ما شاء الله. يعني بص من فترات كبيره جدا ومن سنين طويله جدا النادي الاهلي ما شاء الله بقى عنده كم كبير جدا من اللعيبه وبقى كلهم جاهزين. يعني بتتكلم في عوده محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي وسعد سمير، اعتقد ان هتبقى القائمه تقريبا اكتملت. يعني ما شاء الله يعني قائمه قويه جدا وكبيره جدا. انا عايز اقول لك بقى على حاجه بالنسبه للسؤال اللي كنت سالته لي امير بتاع الجماهير ممكن تطالب بحد او الكلام ده كله. طب ما تيجي تحسبها في الاربع ماتشات اللي فاتت مستر فايلر لعب بكام؟ لعب بالناس كلها ما عدا صالح وحسين السيد، لعب ب 22 بخلاف المصابين. لعب ب 22 لاعب. معنى كده ايه؟ انه اشرك فريقين بالظبط، انك بتشرك فريقين، بتشرك فريقين في اربع مباريات. ده يقول لا بخلاف حراس المرمى طبعا، بخلاف حراس المرمى طبعا. ده يقول ان كل لعيب عنده الفرصه وجاهز انه يقدر يلعب في اي وقت. ودي الحاله اللي خلقها مستر فايلر بين اللعيب، ان منافسه صحيه بالظبط كده، منافسه اللي هي العداله العمياء اللي انا قلت عليها. العداله العمياء في ايه؟ في ان كل واحد هيأدي في التدريب هيكون ليه فرصه موجوده في الملعب. وده اللي هيخلق تنافس شريف بين اللعيبه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انت اشدت باجاي كتير جدا على مدار الدقائق السابقه، لكن في المقابل النهارده كان في خبر في جريده الدستور بتقول ان الاهلي قرر ان هو يدخل اجاييه في ايريك تراوري من بيراميدز. هل ده كلام منطقي او ده توقيته؟ دي احدث نقطه. او الهدف ممكن يكون ايه يعني؟ الهدف مليون في الميه. خلاص انت قلت هل ده توقيته؟ هل ده توقيته؟ واضح ان التوقيت والهدف خلق نوع من البلبله او الزعزعه للاستقرار. ليه؟ مفيش عاقل النهارده بعد الاداء اللي بيأديه جونيور اجاييه ان يقول ان الاهلي يقدر يستغنى عنه او يخش في صفقه بدل. لا ده هو كمان كاتب لك في متن الخبر ايه، ان الاهلي هيستغل فرصه ان اجايب بيلعب بشكل كويس ومتالق عشان يقدر يسوقه. لا يعني الاهلي اهدافه ايه؟ هل التسويق ولا ان هو يكون فريقه بيحتوي على العناصر المميزه اللي تقوده للانتصار؟ طبعا النادي الاهلي عمره ما كان بيدور على تسويق بالظبط. النادي الاهلي طول عمره فريق بطولات، وطالما بيدور على بطولات يبقى انا هتمسك بكل العناصر الممكنه اللي تحقق لي البطولات اللي انا بدور عليها. انما اجي اقول النهارده بغير ده مع ده وبعمل ده مع ده، خبر بصراحه يعني بعيد تماما عن المصداقيه. اعتقد ان حتى إن بالمناسبه عشان الناس ممكن تقول ان احنا بنقول كده ان ايريك تراوري ممكن ما يبقاش في الصوره، حتى لو ايريك تراوري في الحسابات مش هيكون بهذه الطريقه طبعا. مش يعني هيكون خلاص خالص بتبادل مع خالص مع اجي. يعني اجي واحد من اهم العناصر اللي موجوده في الفرقه النهارده، اروح ابيعه عشان طب ما انا اجي بيعمل لي كل اللي انا عايزه. يعني اقدر استفيد بيه باكثر من بلعب بيه باكثر من مركز جوه الملعب، بقدر العب بيه. واحنا بنتكلم بالتحديد في ظل تالق اجي، ممكن لا قدر الله مستواه قل قوي بقى والراجل ساعتها بقى يبقى يفتح قنوات التفاوض ويشوف الدنيا تمشي في الوقت الحالي. كلام غير منطقي اطلاقا يعني. لان الهدف منه بلبله ليس اكثر، لكن اجي مكمل واعتقد ان مستر فايلر هيديله وقته انه يلعب في النادي الاهلي ويحقق حاجات كتيره الفتره اللي جايه. مباراه انتاج بتشوف ازاي؟ مباراه اكيد مهمه جدا يعني النادي الاهلي. طبعا بشوفها مباراه مهمه وصعبه. صعب. لان انت عايز تحافظ على المكتسبات اللي حققتها في الاربع ماتشات اللي فاتت. عايز المشكله بس ان النهارده جماهير النادي الاهلي ما بقتش عارفه
مستر فايدر هيبدا باي تشكيل بالظبط. يعني وبعدين الكابتن مختار بيلعب كوره كويسه جدا ومن الفرق اللي دايما بتعمل ماتشات قويه قدام النادي الاهلي، فاعتقد ان هي هتبقى مباراه مش سهله على النادي الاهلي، لكن هيبقى في فرصه ان مستر فايدر يثبت اقدامه اكتر، يظهر الكثير من قدرات لعيب النادي الاهلي، واعتقد برضو ان النادي الاهلي هيبقى ليه اليد العليا فيها. هل مستر فايدر هيستمر في سياسه التدوير ما بين اللاعبين، ولا هو مستني بس يقف على مستويات الجميع وبعد كده يستقر على التشكيل الاساسي؟ طيب هو تصريحاته نفسها بيقول ان انا لحد دلوقتي لسه بستكشف لعيب النادي الاهلي. كويس كويس. لكن انا اعتقد ان هو هيفضل مستمر في الروتيشن ده. ليه؟ مستمر يعني في الروتيشن، استراتيجيه مكمله معاه. ليه؟ لان النهارده البديل اللي بينزل مش اقل من الاساسي، وبالتالي هو عايز يبقى هناك. ده نوع من الموتيفيشن اللي بيحصل، يعني بتبقى عامل تحفيز بالظبط كده، بتبقى عامل تحفيز للعيبه انه يبقى جاهز في اي وقت. فاعتقد ان هو هيستمر الفتره اللي جايه على ده، وممكن بقى يبدا مرحله الاستقرار في دور المجموعات. دور المجموعات في ابطال افريقيا يبدا بقى مرحله الاستقرار على التشكيله بالظبط كده، لانه عنده لعيبه زي ما انت بتقول غايبه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، عايز يشوفها برضه ويتعرف على مستواها كويس. اعتقد ان دي هتبقى فرصه لثبات التشكيل بعد ما اللعيبه دي ترجع وبعد ما يبدا يخش في دور المجموعات. طيب بخلاف النادي الاهلي، وبما اننا اتكلمنا عن مباراه الانتاج الحربي، بتشوف بدايه بطوله الدوري بشكل عام ازاي؟ والله بشوفها يعني قويه، بدأ قويه، لكن بينقصها الجمهور. الجمهور طبعا. يمكن انا اتكلمت معاك هنا في نفس البرنامج امير، قلت ان اداء النادي الاهلي في وجود الجمهور بيختلف تماما طبعا عن عدم وجود الجمهور. فنفسنا ان الجمهور يرجع، نفسنا ان الهتاف يبقى هتاف تشجيعي، يبقى الناس بتساند فرقها، مالهاش علاقه باي حاجه ثانيه. خلينا نشتغل كوره، خلي الجمهور يحب الكوره عشان تقدروا ترجعوا وتساندوا فريقكم. يعني انا شايف ان بدايه الدوري كويسه جدا، لكن بينقصها وجود الجمهور في المدرجات. هيعود الجمهور؟ كل فتره بنقول الجمهور خلاص هيرجع، الجمهور هيرجع. هيعود في حاله الالتزام الكامل. التزام كامل. التزام كامل. التزام كامل، وحط مراقبه لكل حاجه في الملعب. اعتقد ساعتها الجمهور نفسه اللي هيبقى داخل هيبقى عارف ان هو كل حاجه مرصوده، وبالتالي يقدر يشجع فرقته بكل روح رياضيه بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن الازمات اللي حصلت. فاتمنى ان شاء الله ان الجمهور يرجع قريب جدا في قريب العاجل، لان ده هو الحاجه الوحيده اللي بتحسسك بمتعه الكوره. يعني عشان انت شايف ماتشات النادي الاهلي في وجود الجمهور كانت عامله ازاي. اكيد ماتش القمه حتى جمهور الاهلي والزمالك الاثنين كانوا موجودين ما خرجوش على النص، امبارح كان الجمهور موجود ما كانش في اي خروج على النص. نتمنى ان شاء الله ان الجمهور يكون موجود في الدوري. بالظبط، لان الجمهور فعلا احد العناصر الاساسيه في اللعبه، يعني ما فيش غنى عن الجمهور بكل تاكيد. اكيد. مين الفرق اللي مع اول اسبوعين كده في الدوري تقريبا، خلاص ابتدينا الاسبوع الثاني من امبارح في بطوله الدوري، اللي لفتت نظرك او شايف ان دول اللي هيبقوا مثلا في المربع الذهبي؟ المنافسه كمان ممكن تبقى على القمه ما بين اهلي وزمالك، هل هيبقى حد معاهم كمان ولا لا؟ لا، هو بصراحه بيراميدز ادى بشكل كويس جدا. مباراه ام بي كسب 4-0. طبعا كانوا ادوا بشكل كويس جدا. مقاولين العرب، مقاولين عملت شغل كويس جدا، المباراه كانت حلوه قوي امبارح. مقاولين وسموحه بجانب الاهلي والزمالك، ولسه بقى النادي المصري مستنيين نشوف برضه. يعني تعادل اول مباراه، تعادل اول مباراه، بس كابتن ايهاب بلال اعتقد ان عنده التولز اللي يقدر ينافس بيها. هو مدرب كويس. فما يعني اعتقد ان الخمسه بتوع السنه اللي فاتت، الاوائل بتوع السنه اللي فاتت، اللي هم الاهلي، الزمالك، بيراميدز، المقاولين، المصري، هم الاقرب للظهور. السنه اللي فاتت كان مصري مقاولين. مصري مقاولين هم الاقرب للظهور بنفس الشكل السنه دي. لان من متابعه الماتشات لا ما لقيتش حد لسه لحد دلوقتي قدم بشكل قوي او كويس، يعني رغم ان الفرق اللي طالعه سواء كان طنطا او اسوان او الكلام ده كله تأدي بشكل كويس جدا. طنطا عملت مفاجاه وكسبت المباراه الاولى مع بصراحه، يعني عملت مفاجاه كويسه جدا وكسبت 1-0. اسوان كانت عامله ماتش كويس جدا قدام المقصة، لكن في النهايه اتغلبت. لكن شكلهم كان كويس، وتعادلت مع اف سي مصر على فكره. تعادلوا بعد كده ماتش تاني. فاعتقد لا، يعني في فرق كتيره، بس ما نقدرش نحكم من دلوقتي، ان في الاول في الاخر بتتكلم في اول اسبوع، لسه بدري، فنقدر نحكم بعد الاسبوع الرابع او الخامس مين اللي هيقدر يكمل يعني. طيب نروح شويه بقى لمنتخب مصر الاول، وخلاص التشكيل الجاهز تم الاعلان عنه، كابتن حسام البدري كمان مدير فني، الامور كلها ماشيه بشكل جيد. شايف ازاي الجهاز الفني ده، وهل هو قادر على تحقيق طموحات الشعب المصري؟ بص هقول لك رايي بصراحه. اتفضل. اهم كلام بصراحه دايما. يعني انا كنت شايف ان مش دي فتره المدرب الوطني دي. لكن في ظروف يعني خلتنا نقول ان ده فتره المدرب الوطني.
عشان كده انا شايف ان افضل خيارات كان كابتن حسام البدري فعلا. صح. يعني لو بصينا بصراحه واتكلمنا، لا كابتن حسام البدري السي في بتاعه كان افضل الخيارات. يعني انا قلت لك في الاول ان كانت وجهه نظري كشخصيه ان دلوقتي ما بقاش في مدرب وطني، لكن اختيار كابتن حسام البدري بما انك هتختار مدرب وطني، اذا كنت بقى هتختار مدرب وطني فعلا ورتبت امورك ان تختار مدرب وطني، فكابتن حسام البدري افضل خيارات موجوده. عنده كفاءه كبيره جدا، اختياراته دايما بتبقى منطقيه. كمان هو كابتن حسام بدري من المدربين اللي بيفضلوا اللعيبه اصحاب الرئه الثالثه زي ما بيقول، يعني اللي هم اللي عندهم مجهود وفير. فاعتقد ان لا نعم خطه احمال مميز بالظبط كده طبعا. واعتقد كان كل الجهاز كان معظمه كان موجود في النادي الاهلي قبل كده، وكان عامل شغل كويس جدا. ف بتهيألي كابتن حسام بدري هو الانسب للمرحله دي، وهندي له كل الدعم ان هو أكيد. ان هو يكمل، وان شاء الله يحقق لنا الطموحات اللي ما قدرناش نحققها للاسف في بطوله الامم الافريقيه الاخيره. فنتمنى من ربنا ان شاء الله ان كابتن حسام يكون عند حسن الظن ويكون اهل المسؤوليه، وانه يقدر يحط المنتخب في حته ابعد الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. تصريحاته رايك فيها ايه؟ يعني هو قال النهارده من ضمن التصريحات من الشروق، قال ان المحليين والشباب هيكونوا ينضموا للمنتخب وهيكون ليهم دور والباب مفتوح امامهم. بتتوقع اختيارات كابتن حسام بدري تكون بانهي شكل من الاشكال؟ هل يلجا للاعبين متوسطي الاعمار السنيه، اللاعبين اللي بيتالقوا، اللاعبين اللي اعمارهم السنيه كبيره هيكونوا في حساباته، ولا بتشوف الامور ازاي؟ خلينا نقول ان كابتن حسام بدري كان دايما بيميل للعيبه الشباب. تمام. وفي لعيبه لحد دلوقتي يعتبروا من اللعيبه المقربين ليه، سواء كان كريم ندفت او محمود حسن تريزيجي او بعض اللعيبه الاخرى على ما اعتقد فلان ربيعه او كده. كل هو بيحب قوي عمرو سليه، انا قلتها قبل كده وبقول اول واحد هيختار عمرو سليه. وعمرو سليه كابتن حسام بدري هيمشي على نفس النهج. هم يستحقوا الانضمام بالمناسبه، الموضوع مش حب وكره، هم لعيبه مميزين جدا. إن طبيعي ان هم يكونوا، بص انت النهارده في لعيب ممكن يبقى 70% كويس، لكن انا عارف ان انا تحت ادارتي كمدرب هيديني 100%. فساعتها الفيصل بين في الحكم ان انا اجيب اللعيب اللي هيديني 100%. بالظبط. اذا كابتن حسام بدري ان بيقول ان في اللعيبه ليه بتدين ليه بالولاء، واللعيبه دي معظمها من الشباب، اعتقد ان هو هيسلك نفس النهج اللي كان عند كابتن حسن شحاته اللي كانت تشكيلته اغلبها من المحليين. فعلا. لان كابتن حسام بدري هو قريب قوي من 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 اللعيبه في مصر، وقريب قوي من الدوري. فاعتقد ان تشكيلته هيغلب عليها اللعيبه المحليين، وده اللي هيكون سبب في ان هو يحقق نتائج متميزه في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق كابتن حسام بدري وجهازه المعاون. عايز اتكلم شويه فيما يتعلق بمحمد صلاح ومباراته بالامس مع شيفيلد يونايتد، والحديث اللي دايما بيكون كتير على محمد صلاح بعد الازمه الاخيره. مش عايز اخوض في الازمه خالص، لكن في نفس الوقت كيف يتم التعامل مع محمد صلاح كده الفتره الجايه من قبل الكابتن حسام البدري ومن قبل محمد صلاح نفسه؟ انا كنت قريت تصريح للكابتن حسام البدري اللي هو قال هيتواصل مع محمد صلاح شخصيا. واعتقد ان التواصل ده هيبقى في فوائد كتيره جدا محمد صلاح. كلنا شفنا امبارح محمد صلاح، شو وضع محمد صلاح خلص بالظبط في ماتش شيفيلد؟ ضيع جون، ضيع انفراد كامل. حتى الكرات اللي كان بيستلمها كنت تحس ان هو لا، صلاح مش قادر يمرر بشكل صحيح. عنده مشاكل كثيره في الاختراق، مش هو ده صلاح اللي نعرفه. فاعتقد ان ده كان واضح جدا. محمد صلاح زيه زي اي لعيب مصري تاني بيتاثر كتير بالاجواء اللي حواليه. اعتقد ان ده ظهور محمد صلاح امبارح في الشكل ده كان تاثره للمشكله الاخيره اللي حصلت، ان احنا مش عايزين ناخد فيها ولا عايزين نجيب سيرتها. لكن اعتقد ان كابتن حسام البدري قادر على انه يصحح ده ويعدل ده. وخلينا نقول ان صلاح اللعيب مش هيتكرر كتير في مصر. طبعا اكيد. خلينا نسنده، خلينا ندعمه، خلينا نقف جنبه. مش لازم اي حاجه، يعني صلاح يا جماعه ما يقلش دلوقتي عن كريستيانو رونالدو، عن ميسي، عن نيمار، عن كل الناس دي. لكن ده مش معناه برضه يا استاذ طارق ان لو صلاح اخطا في شيء ما، انا ما بقولش ان هو بس صلاح بشر. طبعا طبيعي انه يغلط، يعني طبيعي انه هو يصيب. بس اما نيجي نعاتب ما نقصش، بلاش نقص. طبعا اكيد. يعني خلينا ايه العتاب اللي هو الرحيم. يعني لما نيجي نعاتب يبقى في عتاب المحب. بالظبط، عتاب المحبين. ان كده كده صلاح ابن مصر. صلاح واحد من اللعيبه اللي حطت مصر على الخريطه الفتره الاخيره، كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوصل كاس عالم. كان ليه جهود كبيره جدا في منتخب مصر. مش عايزين عند اي مشكله
ننسى ده لمحمد صلاح، خصوصا ان احنا الفتره اللي جايه لسه عندنا امل كبير جدا في محمد صلاح، وان احنا نوصل ان شاء الله كاس عالم 2022، وصلاح هيبقى من الاعمده الاساسيه اللي تقدر توصلنا للحلم ده ان شاء الله باذن الله. انا عاجبني كمان تصريحات الكابتن حسام بدري بخصوص محمد صلاح، تصريحات ذكيه جدا. يعني هو قال لك ان احنا بالنسبه لنا محمد صلاح ده قيمه وفخر طبعاً كبير طبعاً لينا كلنا كمصريين، فاكيد في اهتمام خاص باللاعب وهو موجود معانا، وكلام كلام كله فيه نوع من انواع الذكاء اللي من خلاله بيحاول كده يكسب لعيب بحجم محمد صلاح لصالح ايه؟ صح، بالظبط لصالح منتخب مصر. يعني انا عايز اقول لك ان في فنيات عند كابتن حسام البدري في التعامل مع لعيبه معين. يعني خلينا نتفق ان عبد الله سعيد في وقت من الاوقات تحت قياده الكابتن حسام البدري كان رقم واحد في مصر، تمام، قدر يخرج منه حاجات كتير قوي. طبعا ده هيخلي كابتن حسام البدري يتعامل بذكاء شديد جدا مع محمد صلاح، ويقدر يطلع كل اللي جواه، ويقدر يخلي صلاح فعلا في مستواه المعهود اللي كلنا منتظرينه في الفتره الجايه ان شاء الله. كمان خيارات كابتن حسام البدري اللي هي بالنسبه للاعبين المحترفين، اعتقد ان يعني كان هو خد حجازي يعني بالظبط. يعني كان الخلاف صلاح. الخلاف لحد دلوقتي على احمد النني، لكن اعتقد ان خلينا نقول ان دي وجهه نظره، فوجهه نظره يتعامل فيها كما يشاء، وبعد كده نقدر نحكم عليه هو هل هو كان اختيارات صحيحه او اختياراته غير منطقيه. بس زي ما بقول لك ان في لعيب ممكن يبقى 70% ممكن بالشغل بتاع المدرب يطلع منه 100%، يطلع منه 100%، واعتقد ان ده بيعمله كابتن حسام البدري في اختياراته دي. وخلينا نشوف الفتره الجايه ان شاء الله يعني تكون الدنيا افضل. يعني بالظبط هو استبعد كمان بعض المحترفين زي محمدي، زي تريزيجيه، هل او عفوا زي عمرو ورده، تريزيجيه موجود وكهربا برده ما كانش وكهربا مش موجود. لكن هل ده بيدل على استراتيجيته خلال الفتره الجايه انه مش هيستدعي عدد كبير قوي من المحترفين زي مثلا كان بيعمل كوبر او اجل؟ ما انا كان ده اول اجابه لسؤالي عليك. ان هو لا، استراتيجيته هتبقى في الفتره الجايه الاعتماد على اللاعب المحلي بشكل اكبر. لان هو زي ما قلت كابتن حسام بدري قريب من اللعيبه المحليين. هل ده هيبقى مفيد؟ يعني الاستراتيجيه دي مفيده ان انا اعتمد على اللاعبين المحليين اكتر في ظل ان انا بمتلك عدد من المحترفين المميزين؟ كابتن حسن شحاته حقق 3 بطولات لامم افريقيا، كان الغالبيه العظمى منهم لعيبه محليه، كان عندنا 1 أو 2 بس محترفين. بالظبط كده، واخد بالك؟ فهو ليه ما يكررش نفس الانجاز؟ يقدر يكرر. طب ما خليني اقول لحضرتك مثال برضو اخر. يعني طب ما الجزائر خدت بطوله الامم الافريقيه في مصر بلعيبه تقريبا كلهم محترفين. طبعا انا معاك بده، بس مدرب وطني بس معاه محترفين. بس لعيبه الجزائر في حاجه عندهم بتختلف عن عندنا. اللي هو ايه؟ ان هو انا لعيب من صغري، انا ما بطلعش احترف من الدوري الجزائري، بروح الجزائر. انا اصلا متربي بره. متربي بره، مولود في اوروبا لكن عندي جنسيه جزائريه. تمام؟ وبالتالي هو بياخد ثقافه اللعيب المحترف اللي بره بدري. كويس؟ عندنا احنا اللعيبه اللي هنا بتبقى موجوده في مصر وبتلعب في مصر. بالظبط. وبتنتقل بعد كده تروح لاوروبا. وده الفرق. يعني اذا كنت انت اديتنا مثال ان فعلا لعيبه الجزائر معظمها محترفين وفاز ببطوله الامم الافريقيه، لكن هو ثقافته في الاخر هو محترف هناك قاعد في اوروبا. لكن هنا في مصر احنا اللعيبه اللي عندنا بتبقى لعيبه محليه بتتعرف بره، وبالتالي الاعتماد على اللعيبه المحليه هيبقى اكبر عند كابتن حسام بدري. ده توقعي. وده اللي انا شايفه، خصوصا ان احنا كمان تقريبا ما عندناش محترفين كتير يستحقوا ينضموا يعني في الفتره دي. فانا اختياراته بالنسبه لي كلها منطقيه، بخلاف من شويه اعتراض على محمد النني، مش عشان حاجه، عشان محمد النني ما اداناش اللي يقول ان هو يبقى لاعب اساسي في منتخب مصر الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت كلها ولا بعض الفترات؟ لا، بعض الفترات اللي فاتت. بعض الفترات اللي فاتت عشان ما نظلمش. طب هل ده هيخلي كابتن حسام بدري في تغيير في الفتره اللي جايه بعد محمد النني اداره تحت كابتن حسام بدري؟ خلينا نشوف. مش هنخسر حاجه اكيد. نتمنى يعني كل اللاعبين اللي يتم اختيارهم من كابتن حسام بدري ان شاء الله المنتخب يكونوا مميزين وموفقين ويدوا الاضافه، لان احنا اهدافنا مش هتتغير. طبعا احنا عايزين ننافس على الامم الافريقيه طبعا، ونوصل كاس عالم. أكيد مش عايزين نقعد فتره كبيره بعيد عن كاس. مصري ما بيتمناش ان بطوله الامم الافريقيه ترجع لنا تاني، وان احنا نوصل كاس عالم. احنا دايما بنبقى متمنيين بس ما عندناش الامكانيه. بالظبط بالظبط. ان شاء الله يبقى عندنا الامكانيه ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. اتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري وللاعبي منتخب مصر خلال الفتره الجايه. بالمناسبه هم عندهم المعسكر بدايه من يوم 7 اكتوبر ليوم 15، وفي مباراه مع بوتسوانا يوم 14. مباراه مع بوتسوانا، مباراه وديه، هتبقى مباراه اكيد مهمه للكابتن حسام البدري. مين محليا من اللاعبين ممكن يكون لفت نظرك وممكن كابتن حسام بدري يختاره؟ مصطفى محمد لاعب الزمالك. رائع، لاعب مميز في الحقيقه. صلاح محسن يلعب. صلاح محسن طبعا لعيب مميز جدا. حمدي فتحي لازم يلعب.
يعني الناس كلها دلوقتي بقت خلاص بتحط حمدي فتحي جنب طارق حامد في خط نص منتخب مصر. او عمرو السليه الحقيقه. عمرو السليه يعني بصراحه ممتاز. عمرو السليه الاثنين بصراحه دويتو في خط نص النادي الاهلي رائعه. اخيرا النادي الاهلي لقى دويتو في نص الملعب. طبعا اكيد طبعا. المشكله ان ده هيبقى تريبل الفتره اللي جايه بعد ما تنضم لهم اليو ديانج يعني. وعندك كريم نزل محمد محمود. اه بالظبط. انا عايز اقول بس حاجه بالنسبه للعيبه بتاعت خط نص النادي الاهلي. هنرجع المنتخب تاني. ماشي اوكي. بس عايز اقول ان في احيانا بتبقى عندك انت ممكن تلعب بثلاث لعيبه في خط نص الملعب هيقابلك ماتشات. بالظبط. تلعب بثلاث لعيبه سواء حمدي فتحي او عمرو سلاي او اليو ديانج. فمش عايز الناس بس تقول يعني مش شرط اثنين بس يلعبوا يعني حسب التكتيك الخاص بالمدرب. طبعا طبعا. فهنرجع تاني لمنتخب مصر. اعتقد ان مستوى محمد على راس اللعيبه. ممكن محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك. رامي ربيعة على الحقيقه بقى رامي كويس. ربنا يحميه ممتاز جدا ومتولي لما يرجع من الاصابه ان شاء الله يقدر يبقى ليه فرصه في منتخب مصر يعني. ومتولي من اللعيبه اللي اظهرت كفاءه كبيره جدا في اول ماتشات مع النادي الاهلي. كان حظه العسر بقى للاسف اللي خلى الاصابه يعني. فاعتقد ان في كذا لعيب لا يقدروا وطاهر محمد طاهر يقدر يلعب من منتخب مصر. اعتقد ان دول كلهم عناصر مرشحه بقوه جدا يبقوا في منتخب مصر. هيجد حيره كابتن حسام في الاختيار. اكيد اكيد. زي ما بس حيره لذيذه زي ما فايدر عنده حيره كده في النادي الاهلي يعني. ان شاء الله نتمنى الحيره في النادي الاهلي تستمر وكمان للكابتن حسام بدري مع منتخب مصر عشان يقدر في الاخر يستقر على العناصر الانسب واللي تحقق طموحات الجماهير والشعب المصري إن شاء الله. وعلى صعيد الجمهور الاهلاوي ان شاء الله طموحاته كلها تتحقق من خلال مستر رينيه فايلر المدير الفني الجديد المبشر حتى هذه اللحظه. اتمنى له كل الدعم والتوفيق. يا استاذ طارق انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. انا اللي بتشرف جدا بوجودي معاك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.